السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم غادي نديرو توزيعات الخروف لعيد الاضحى المبارك، راه على الابواب. حنا نحتاجو برك كيسان تاع الكوبلي ويا الومنيوم، وش فيه باش تعمري بالمايس ولا بالحلوى. شوفوا الطريقه مع بعض، طريقه جد سهله تخدميها وحدك في الدار للاطفال. تعمري هذاك الكوبلي بالحلوى او المايس، ونحطوا هذاك الالومنيوم من فوق بالغراء كما راكم تشوفوا. نقلعوا هذاك الزياده تاع الالومنيوم، ومن بعد نجيبو ثاني بالمسدس الشمع او حتى الكوله العاديه تاع القرايه ثاني تلصق نورمال، ماشي لازم تكون عندكم مسدس الشمع. هنايا نديرو الغراء في الكوبلي ونجيبو لاواط ولا القطن، هي من احسن القطن يجي بيض وهكا باين. ما عندكش القطن ديري لاواط، ما عندكش لاواط ديري القطن هكا، ولصقيها من الفوق. نغلف كاع الكوبلي انا عندي لاواط درتها، ما عنديش القطن، في زوج يجو ملاح هكا، عمريها مليح. وبعد نخدم الراس تاع الخروف، انا نحتاج قطعه تاع الدا، ولا ما كانش الدا ديري هذاك ورق الفوم اللي راه يتباع عند المكتبه، وقصي رسمي شكل الراس تاع الخروف، ما عرفتيش امبريميه من الانترنت وقصي على حسابه. بهالطريقه نتحصل على راس الخروف، نزيدو لها دوك العقاش بيضين، ولا ما كاش العقاش ديري ورقه عادي ورقه بيضاء ولصقيها، مهم العينين يكون بيضين. ونزيدو تاني شويه تاع الصوف للراس تاعه، ونشوفو الشكل النهائي في الاخر.
هذا هو الشكل النهائي تاع الخروف الصغير هذا تاعنا اللي فيه المايس ولا الحلوى ولا الاطفال توزيعات لعيد الاضحى. فرحي بهم الدراري اللي عندك ولا دير لهم مشروع ثاني على هلا. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره والطريقه، تكون الطريقه جد سهله بسيطه اي واحد يديرها. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.